السلام عليكم، أخوكم من الجزائر. جريدة القابس الكويتية، إصدار 29 أكتوبر 2023. التويجري، دور بوبيان، تمكين رواد الأعمال. صفحة اقتصاد، أكد رئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبد الله تويجري أهمية الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية التي تعتبر مستقبل البنوك، مع ضرورة دعم رواد الأعمال الكويتيين وتمكينهم باعتبارهم من أهم ركائز الاقتصاد الوطني والنمو المستمر. التوافق الرقمي، استعرض تويجري تجربة بنك بوبيان إلى الرقمية لتحول الرقمي قد اكتسب زخما كبيرا، معتمدا في المقام الأول على الابتكار والإبداع والتركيز على الجودة العالية لخدمة العملاء بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتطرق تويجري من خلال إطلاق نومو بنك كأول بنك رقمي إسلامي عالمي لبنك لندن والشرق الأوسط، حيث يشهد البنك نموا متواصلا من حيث عدد العملاء أو ما يقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية رقمية مدعومة بأحدث الابتكارات المتوافقة جميعها.